اللي كلنا افتخرنا بيها في منشآت وتطوير وصدفت الأحداث الكبيرة. هي في دور مجتمع كبير جدا للمؤسسات. هيئة قناة السويس يعني شفنا إنشاء مدينة رياضية متكاملة، ساعدت وساندت دورنا الكبير في التطوير الرياضي العام بالإضافة إلى المساندة المجتمعية للمؤسسات الرياضية. طبعا احنا معنا مؤسسات الفريق أسامة ربيع، ممكن حضرتك تدينا ملخص عن هذا الدور اللي بتقوم بيه هيئة قناة السويس في التطوير الرياضي العام والمدن والإنشاءات الرياضية؟ شكرا دكتور أشرف، شكرا معنا دكتور رئيس الوزراء. طبعا احنا دور هيئة قناة السويس ما بيقتصرش بس على انها هيئة اقتصادية، لكن هي ليها دور مجتمعي كبير جدا نظرا لانها طبعا هي في الإسماعيلية وفي ثلاث مدن بتمر في قناة السويس، هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ليها دور مجتمعي كبير. نفس الهيئة كمان بتتكون من حوالي فوق على 15,000 موظف ومهندس ومرشد، وبالتالي احنا شريحة من المجتمع. كان لازم يبقى لينا اهتمام، ولينا اهتمام بالصحه في المستشفيات. كل مدينه من المدن دي بتأدي خدمه سواء للموظفين الهيئه او للمدينه نفسها. لينا طبعا مدارس موجوده برضه في ثلاث مدن برضه خدمه مجتمعيه، والمكتبه اللي موجوده بتشارك فيها ومتصله مع مكتبه الاسكندريه من الحاجات اللي احنا بنقدم فيها خدمه مجتمعيه. محطات الميه اللي احنا بنخدم الثلاث مدن برضه ان احنا نمدهم بالمياه العذبه. يجي بعد كده بقى الدور الرياضي. طبعا هيئة قناة السويس اتخبط مع السيد الرئيس افتتح السنه اللي فاتت الدوري القريه المحليه على 80,000 متر مربع، تحتوي على مجمع السباحه الدولي، تحتوي على صاله مغطاه تسع ل 2300 مشاهد وعليها بطولات دوليه، فيها ملعب هوكي الدولي بتلعب عليه البطولات الدوليه والعالميه، وملعب تدريب كمان للهوكي الدولي، واخيرا الاستاد، وده اللي افتتحه سياده الرئيس، وده بيسع حوالي 21,000 متفرج دولي عالمي معمول على المواصفات العالميه والاشتراطات الجيبه واتحاد الكوره. الاستاد نفسه كمان بيحتوي على جيم عالمي كبير بيخدم البطولات كلها والالعاب، يقام عليه دلوقتي حاليا بطوله افريقيه للشباب تحت 20 سنه. الحقيقه ان هو كمان بيخدم كل ذوي الهمم، يعني مجهز ان هو لاستقبال كل ذوي الهمم والصعود والنزول وكل الاستخدامات اللي موجوده فيه. معمول على مستوى رائع في اما هبوط الطيارات الهليكوبتر ومستشفى هيئه قناة السويس بتخدمه.